بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تسجيل هذه المحاضرة اليوم. هذه المحاضرة إن شاء الله هي من محاضرة الأسبوع السادس. هسه انتقلنا للجزء الثاني، البارت الأول. تم تسجيل المحاضرة بتاريخ 8/3/2020، وإن شاء الله هاي الليالي المباركة، ليالي رجب المبارك، شهر رجب المبارك، ولاية الإمام علي عليه السلام، نبارك لكم هذه الولادة إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق والثبات على الولاية إن شاء الله. قبل ما ننتقل إلى الموضوع مالتنا مال الدرس هذا اليوم، نحاول نسوي فيدباك أو استذكار سريع عن الموضوع. إذا تتذكرون أهم شيء ما حكيناه بالجزء الأول، كنا نحكي على موضوع الباور فاكتور، واتفقنا وإن شاء الله صارتكم واضح الباور فاكتور فد عنصر مهم ودور مهم يلعب في أنه يحصل على قدرة منتجة أو منقولة توصل للمستهلك بكفاءة عالية. واتفقنا أهم شيء هاي نساهم أنه عندنا 3 أنواع من القدرة، اللي هي الابيرنت باور، القدرة الظاهرية اللي نرمز لها بالرمز S، والاكتف باور أو الريال باور اللي نرمز لها بالرمز P، والقدرة التخيلية أو الغير فعالة الرياكتف باور. واتفقنا أنه أكو علاقة كانت عندنا، لا تذكرون بالمثلث اللي رسمناه، مثلث القدرة، وشو العلاقات كتبناها وحكيناها. اليوم إن شاء الله راح نكمل هذا الموضوع ونشوف شنو عندنا من تأثير ويا الباور فاكتور. زين، واحد راح يسأل، إذا أكيد تدرس من خلال ما شفت وشرحت لكم، يعني صار عندكم في الصورة واضحة عن الباور فاكتور ليش مهم. فاليوم الموضوع مالتنا بالبارت 2 شو يقول؟ شو يتكلم عن شنو؟ نقول الـ disadvantage of low power factor، يعني أنا لما الباور فاكتور مالتي يكون قليل أو يكون قيمته صغيرة، الباور فاكتور جاي يقول. يعني شو اتفقنا؟ الباور فاكتور كل ما اقترب الواحد يكون جيد، اذا نزل عن الواحد راح يبدي يصير مو جيد، خصوصا اذا نزل جوا ال 0.5 او 0.4 الى اخره. فهذا الحكي اللي حكينا نفسه، انه يقول هذا الباور فاكتور يلعب دور مهم بالاي سي سيركت، ان باور كونسيوم ديبند ابون ذس فاكتور. عندنا هاي العلاقه، اذا تنتبهوا لها هسه اللي عندي شو تقول بها العلاقه هذه، انه القدرة الـ P Real Power تساوي الـ V في I cosine، فهذا اتفقنا عليه. هسه جاي احكي عليه من اذا تشوفوا هنا for single phase، يعني هاي العلاقة او هاي القانون هو المن للـ single phase احادي الطور. من هاي العلاقة راح اقدر اطلع علاقة شنو عندي. يقول على سبيل المثال هنا العلاقة مالتي شنو معناتها، الـ I راح يساوي لنا الـ P مقسوم على ال V cosine phi. فيقول it is clear from the above relationship، العلاقة بالأعلى، that for، إذا يقول ثبتنا احنا دائما من ننقل القدرة شو نحتاج، هاي حاشيكم إياها بالمحاضرات السابقة، نحتاج انه دائما القدرة مالتنا تكون، قلنا نتفق تكون ثابتة إذا تذكرون، صحيح؟ وكذلك أن الفولتية أيضا ثابتة إذا تذكرون، يعني هسه حتى احنا بالبيوتات مالتنا الفولتية خلينا نقول بالسنجل فيز نشقد 220، دائما بكل نقطة بالجلوب بالمروحة بالخلاط هي 220 فولت. من الجاي يتغير عندنا؟ يتغير عندنا التيار. بينما شنو اتفقنا؟ الفولتية والقدرة ثابتة. هاي خلوها حلقة بإذنكم إن شاء الله، دائما ذكروني أستاذ عديبي، يقول أستاذ عديبي ذكرنا قال لنا دائما الفولتية ثابتة والقدرة ثابتة، والمتغير شنو راح يصير عندي؟ التيار المفروض بالنسبة للسحب مال المستخدم. زين، فعلى المبدا هذا يقول لما ثبتنا الفولتيه الباور اند فولتج، اذا التيار اذا نشوف هذا الاي ايش بيه، يقول هو راح يكون مخالف او معاكس بعلاقه عكسيه ويا من، ويا الباور فاكتور اللي هو هذا الباور فاكتور الكوساين فاي. اعتبر انه البي ثابت والفي ايضا ثابت. اف ذا باور فاكتور از لور، يعني اذا هنا قيمه الباور فاكتور الكوساين فاي صارت قيمة قليلة أو نزلت، شو راح يصير بالتيار؟ إذا بما أنه علاقة عكسية راح يصير عندي قيمته عالية، والعكس بالعكس، تمام؟ زين،
لما راح يصير عندي التيار يعني سحب عالي، هل يعتبر جيد، ايجابي، سلبي، ادفانتج، لو ديس ادفانتج؟ اكيدا راح تجاوبون المفروض مثل ما متوقع، راح تقولون هاي تعتبر شيء، اغلبكم راح يقول شيء ايجابي، بس ولكن الواقع الحال يعتبر شيء سلبي سحب التيار العالي. فاذا ديس ادفانتج، ديس ادفانتج الموضوع اوف لو باور فاكتور. لما الباور فاكتور مالتي منخفض، شنو ديس ادفانتج مالتي راح تصير؟ يقول راح تعطيني هاي العلاقه احنا حكيناها، قلنا سنس اذا فولتيه ثابته، القدره ثابته، راح التيار يكون علاقه عكسيه. فاذا فيش حال التيار شو يصير باتفقنا؟ راح تزيد قيمته، العفو. فمن تزيد قيمته شو راح يسبب لي؟ اذا increasing the current، شنو معناته؟ means increasing the wiring size. شنو معناته؟ يعني انه التيار من انسحاب عندي تيار عالي، شو احتاج؟ احتاج انه اسلاك حجمها يكون اكبر. وين راح يصير؟ من جهه التوليد. and increasing the cost. زين احنا اهم شيء عندنا بالشغل مالتنا الهندسي دائما نحافظ على الكلفه، يعني نحصل على اعلى كفاءه وعلى قدره واعلى يعني الامور المواصفات الجيده، ولكن بنفس الوقت شنو اريد؟ يكون عندي باقل كلفه. احاول دائما اقتصد بالامور الاقتصاديه، خاصه العمل الهندسي يختلف عن باقي الاعمال. زين هسه رقم واحد قلنا زياده بالاسلاك، من سبب زياده الاسلاك صار زياده بالكلفه، رقم واحد. رقم اثنين increasing the copper losses. copper loss جزء تعرفوها او سامعين بها او دارسيها بماده المكائن اللي يسمونها المفاقيد النحاسيه. المفاقيد النحاسيه شنو نرمز لها بالقيمه مالتها؟ I square في R. مثل ان قدرة ضائعة، هاي تعتبر قدرة ضائعة او مفقودة. زين وين هاي موجودة بالنسبة لنا شغلنا؟ راح يصير وين؟ بالاسلاك، الاسلاك الناقلة تكون على شكل حرارة. اوكي راح تكون على شكل حرارة ضائعة او مفقودة هنا. زين بعد شو راح يسبب لي؟ increasing the voltage drop. voltage drop يعني شنو معناته؟ معناته هبوط الجهد، هبوط بالجهد راح يصير. زين لما قلت عندي الفولتية مالتي وصار دروب فولتج، صارت مفاقيد، اذا في حالة الكفاءة مالتي ايش راح تصير عندي؟ راح ايضا تنخفض. ليه؟ شنو قانون الكفاءة؟ من يقول لي عند واحد من الشباب؟ اي حبيبي قول جاوبني. عافية السبع، احسنت، جيد جدا، انت جاوبتني هسه بالصحيح. شنو قلنا؟ قلت لي انه الكفاءة راح تساوي لي القدرة الواصلة لنا يعني بالاوت على القدرة المنتجة اللي هي بالان، يعني القدره اللي واصل نهايه النقل يم المستهلك او المستخدم الكونسيومر على القدره المنتجه من جهه المحطات او المولدات. فاذا في حاله لما القدره تكون الواصله ضعيفه او قليله من جهه المستخدم اقل من المنتجه، راح تطلع الكفاءه ايضا شنو شبيهه؟ ايضا قليله. اعتقد اللي هنا هسه الخطوه الاولى وضحنا او افتهمنا شنو معنات اذا كان الباور فاكتور مالتي قيمته قليلة. زين لو عكسنا المعادلة او عكسنا القضية، يعني لما انا هذا الكوساين فاي مالتي او الباور فاكتور اذا حسنه اسوي له امبروفنج. زين ادفانتج اوف امبروفنج ذا باور فاكتور، يعني ايش راح اسوي باور فاكتور؟ راح احسنه، ايش راح احصل او ايش راح استفيد؟ شنو الفائدة مالتي؟ هل بي فائدة؟ اذا راح اكيد راح يصير عكس اللي حكيناه بالديس ادفانتج، اللي هي شنو راح تكون؟ اولا increasing the efficiency of the network and the equipment use. اذا هو اول خطوه راح يعطيني فد زياده بالكفاءه بالنسبه للشبكه مالتي وبالاضافه الى الاجهزه المستخدمه، رقم واحد. رقم اثنين reduce the voltage drop، راح يقلل لي المفاقيد مالت الفولتيه. reduce the area of the wire يعني السمك الاسلاك المستخدمه، وبالنتيجه راح يقلل لي شنو؟ الكلفه او الكوست. increase the power transmitted by the same wire، يعني راح اقدر ادز قدره اعلى بنفس الاسلاك، يقلل لي الكبر لوسز. وبالنتيجه بما انه قل التيار راح يشتغل ايضا سايز اوف ترانسفورمر اند جنريتر، اذا راح يقلل حتى بالسايز او القياس مال المحولات او المولدات او المحطات. زين
اذا هسه احنا شنو صاعدنا؟ ايش نحتاج؟ ايش نعرف؟ نحتاج نقول power factor improvement. The low power factor is manual due to the fact that most of the power loads are inductive. يعني يقول احنا حسب ما اتفقنا بالمحاضرات السابقة انه اغلب احمالنا الموجودة هي شنو؟ احمال حثية. مو تنسونها. شو اتفقنا؟ احمال شنو؟ حثية. يقول therefore take lagging current, يعني التيار راح يكون متخلف, in order to improve the power. إذن حتى احسن الباور مالتي شو اسوي؟ لازم اجيب فد أداة او فد طريقة او فد جهاز او فد وسيلة device taking. شو اسوي لهاي؟ راح lagging power. يعني شو راح اسوي؟ وكأنه راح تقلل لي هاي الزاوية اللي حكينا عليها اللي اتخذناها, قلنا الفايل محصورة بين الفولتية والتيار, فانا اعيد فد شيء يعاكس لي هذا, يغير لي انعكاس تأثير التيار ويغير لي شبيه هاي. يقول should be connected in parallel with the load. ممكن اربطها بجهة الحمل, ممكن بالنقل, هسه هاي حسب راح نجي ونكتفي له. واعتقد هنا راح اتوقف لان حتى لا اطيل عليكم. وبالختام اجدد تبريكاتي لكم بهذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يحفظ العراق جميعا وأمة محمد أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. ونختتم بيت الإمام علي عليه السلام. طبعا البيت الشعر يقول, وهو لسان حال كل مؤمن إن شاء الله, ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني, وطينتي قد عجنت بحب حيدر من قبل تكويني, فكيف النار إذن تكويني, فكيف النار إذن تكويني. شكرا على حسن الإصغاء. نلتقيكم في المحاضرة المقبلة إن شاء الله.